هنا الشاب ده عملت له ريسيس ريسكت عملت له ريسيشن زيوك ماسل وريسكشن للافكتد ماسل بيظبط على طول طالما انك انت اثبت ان هو الديفيشن في الرايت جيز والليفت جيز كارنتون ممكن تعمل ريسكشن اوف ذا زيوك ماسل وتعمل ريسكشن اوف ذا افكتد لاترالز اهو بعد شويه بقى يبقى كويس جدا وبقى سعيد جدا وبيضحك لكاستر ريس هيدا جريس جرين انا بحبها جدا في حاله الفولس دي بتبين لك الرايت جيز والليفت جيز الحقيقه اعترف قدامكم الايام بتاعنا صعب جدا انك تقعد على واقع كده وتقيس رايت جيز والليفت جيز اكيرتلي وتحلف ان انت انا ما اقدرش احلف لو قلت احلف لا انا احب على جهاز بحب احطه على السناب فور اولا كاستر هيدا جريس جرين انا بعترف ان انا ما اقدرش مع طفل صغير بيحرق قدامه ويعمل راسه كده ان انا لو قلت لو بتحلف ان الرقم ده صح ما اقدرش احلف رقم تقريبا عشان انا عارف الجواب الحمد لله لكن ما انصحش لازم في حاجه تعتمد عليها لازم جهاز يعني ومش عيب اقول لك ان انا بحب السناب تفوق يعني بيقعد على جهاز ويحط شين وبتاع واقدر اجيب رايت جهاز واقدر اجيب ليفت جهاز واقدر احدد ان الرقم هو الرقم ده صح اهو ده اكزوتروبيا اون كونترالاتر جهاز اهي اكزوتروبيا اون كونترالاتر جهاز ده رجعت فيه دخلت عدلت له الاكزوتروبيا دي انا عملت له بايلاتر ريسيشن للميديركتاي وعملت ترانسبوزيشن فبيخش بيجي له اكزوتروبيا اون كونترالاتر جهاز تخش ترجع له الميديركت سوبز افكت السايد اكزوتروبيا اون كونترالاتر جهاز بتاعك بس هو سعيد يعني الوضع كان قبل العمليه شكله بقى اهو قبل العمليه اهو بيبقى يعني حزين جدا لكن لما بتعمله عمليه زي كده بيبقى مبسوط بس بيقول لك لما ابص شمال العين بيبقى شكلها غريب بيجي له اكزوتروبيا اون كونترالاتر جهاز وممكن تتحسن في طفل صغير ممكن ما تتحسنش خش رجع الميديركتس تاني مش مشكله يعني الراجل الكبير ده ما تحسنش كتير بس تحسن في دوبانوكلو اسعد حاجه ليه؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى في خبرتي في الموضوع ده ان ايج ريليتد كل ما كان العين كبير كل ما كان التحسن اقل بس في تحسن الفيلد دوبانوكلو فيه تحسن يعني مش هيخرج من عندك زي عيان تاني يقول لك لا انا ايه العمليه دي ما استفدتش حاجه خالص لا بيستفيد راسه بتتعب سن بيبقى سعيد العين ده وانا بعمله كان عنده سيفير كونتراكشن وانا بهوك الميديا ريفتس it was good rupture to يقول عليها لوست ان تو سيندروم ولحقتها بصعوبه وجبتها ولزقتها فلازم تاخد بالك بالكونتراكشن افرض انك انت عايز تتجنب الكونتراكشن تعمل ايه؟ تحقن بوتوكس او ايه؟ ممكن لو انت شغال في حته او في سنتر ما عندكش بوتوكس ودبست في حاله قبل ما تخش في ربع ساعه او نص ساعه احقن لوكال انستيك في المصر ممكن لايدوكاين او حاجه زي كده واستنى نص ساعه هيقلل الكونتراكشن او تقدر تعمل هوكن للمصر لان فعلا ده وانا بعمل هوكن للمصر كانت لونج ستاندنج بصيت لها تك بس هو قلت الحق جيبها من جوه فلازم تبقى حذر من كونتراكشن فده لوست ان تو سندروم حصلت لها الترانسبوزيشن سيرجي اسيستنج بوتوكس بدات اعمل بوتوكس واتجنب الميديا ريفتس اهو ده عنده بايلاتر 6 نير بورس التحسن في السن الكبير اهو قليل انما هو برضه اسعد حاله البريتيك 6 نير بورس ريسبونس فيفورت وان اف لاتر ميديا ريكسس سيشن ان لاتر ريكسس ماسل سيشن يعني ممكن الاساس ريسبت اوبريشن تبقى عمليه كويسه كومبليت باراليسيس اوف 6 نير ريكوايرز ترانسبوزيشن اوف فيرتيكال ماسل ذا فورس بريسومبلي اتشيف باي الترينج ذا فورس اوف بيكتورز باي ذا ترانسبوز ماسل وده برضه بيغير الاست فورسز الموجوده اوجمنتيشن سورسز اوف فيز نيد اوف بريسيشن اوف ميديا ريكسس ممكن تعمل فوستر سورسز تكنيك على ميديا ريكسس ان ماي اكسبيرينس بقى As was above explanation is that the younger the age of the patient, the better is the achieved abducting effect. كل ما كان العين صغير كل ما الافكت بقى احسن. لكن ما ننساش ان الكبير هيتحسن برضه، هيقول لك انا بدات اعوج راسي وعوجت الراس اللي اتحسنت دي برضه خدمه للعيان. Further studies are needed to confirm my observation, but under all circumstances, treating 6 nerve palsy achieves better results than all oculomotor palsy. Thank you very much.